شاء الله. استاذ جمال خليني ابدا مع حضرتك بخبر بالنسبه لي هو الخبر الاهم وجهه نظري، ان خبر ان اتحاد كره القدم وان هو هيدي كل الفلوس اللي عليه للحكام، اعتقد ان ده خبر جيد جدا. ولكن الحقيقه الخبر ده بنسمعه كل سنه، وبعدين اجي اكلم الحكام يقولوا لي ما خدناش حاجه. ما هو هي المشكله مش ان هو يبقى في قرار بكده، المشكله تنفيذ هذا القرار. وعلى فكره دي شكوى برضو يعني كبيره جدا من الحكام يا كابتن اسلام. طبعًا دايما طبعا ان المستحقات بتاعتهم بتتاخر وحقهم ويجب ان يكون في اطار التعديل اللي بيجري على مستوى لجنه الحكام، يبقى ده جزء اساسي انه المستحقات توصل للحكام في وقتها عشان يبقى كل عنده حماس ان هو يشتغل يعني يؤدي عمله. لانه يعني ابسط طريقه لتطوير التحكيم هي الاهتمام بالحكام ومستحقاتهم الماليه واي شيء اخر، يعني كل ما يتعلق بالحكام يجب ان يكون موضع اعتبار واهتمام. اذا كنا عايزين نطور التحكيم بجد ما يبقاش مجرد كلام يعني. فشيء كويس ان الاتحاد يعلن هذا الكلام، لكن سنظل منتظرين تطبيق هذا الكلام على ارض الواقع. يعني لغايه ما الحكام نفسهم يطلعوا ويقولوا لنا ان كل الامور تمام. يعني ما يبقاش في حاجه متاخره يعني.